إنسان الله سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا لن ينسان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة غسلان أم ريان. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. إن شاء الله نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس جديد مقاس السروال. هو مقاس إن شاء الله غادي يكون سهل وبسيط بالنسبة للمبتدئات. أول حاجة خاصنا ناخدو مقاس السروال دورة الحزام، دورة الحزام، دورة الهونش، ارتفاع الأرداف، محيط الفخذ، طول الركبة، طول السروال، وفم الرجل. هاد المصطلحات كاينين كيقولوا مصطلحات أخرى مثل فم الرجل كيقولوا لي عرض الرجل. أساس بزاف على حسب السروال اللي بغيتي ديري. أنا السروال إن شاء الله اللي غادي نفصل إن شاء الله ديال بيجامة، يعني هو ساهل. هادو اللي اختارت لكم، يعني هادو المقاس يعني اللي تحتاجو، هادو هما المهمين. كاين دورة الركبة، كاينين يعني بزاف. نبداو بسم الله. أول حاجة ناخدو ليها مقاس ديال الحزام، دورة الحزام. دورة الحزام باش ناخدو ندورو ليها على هاد الفراغ اللي هنايا خاوية ديال حزام السيدة، ونحطو ثلاث أصابع بحال هكا، ثلاثة الأصابع، وناخدو دورة الحزام. هنا غادي يجيني أقل حيت هذا مقاس صغير 35. أنا غادي ناخد هنايا دورة الحزام 100 سنتيمتر، نكتب دورة الحزام 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر. نمشيو الآن إلى دورة الهونج بحال هكا، أعلى منطقة في الهونج، أعلى منطقة في الهونج هنا كندخلو ثلاثة الأصابع وندورو السنتيم بحال هكا. هنا جاتني 40، مكتبش أنا 40 حيت هادي عفوا فيا مقاس صغير ديال لي هونش الكبير. ناخد 96، ناخد الآن ارتفاع الأرداف. ارتفاع الأرداف السيدة خاصها تكون جالسة باش ناخدو ليها ارتفاع الأرداف بحال هكا. ناخدو دائما من الحزام إلى الكرسي فين جالسة أو الطابلة. هنايا عندي 9 سنتيمتر ولكن المقاس الكبير غادي ناخد 18 سنتيمتر، 18 سنتيمتر. محيط الفخذ، هذا هو محيط الفخذ، أعلى منطقة في الفخذ، ندورو السنتيم بحال هكا. ناخدو واسع بحال هكا، جاتني هنايا 21، واسع 21. المقاس الكبير غندير 50 سنتيمتر. طول الركبة بحال هكا السيدة توقف، ناخدو ليها طول الركبة دائما من الحزام حتى الركبة. هنا فين جاتني نتمنى كان واضح، من الحزام، من الحزام حتى الركبة عندي هنا 19 سنتيمتر. 62، 62. طول السروال، قلنا دابا طول السروال ناخدو من دائما الحزام الى الكعب. هنا عندي 29 سنتيمتر، من دائما من الحزام الى الكعب 29 سنتيمتر. المقاس الكبير 96، فم الرجل على حسب السيدة شنو بغات، يعني واش بغات مقبوض ولا مرخوف شوية ولا واسع. نوصل حنا على حسب بيجامة واسع شوية. ناخد هنا عندي هنايا أقل، دائما أقل، مقاس صغير.
عندي 22 مقسوم على جوج، اكيد مقسوم على جوج. ناخذ انا 18، هذا هو المقاس اللي خديت. بعد ما خديت متر 100 في دورة الحزام نقسمها على 4 تساوي، كتبوا بحال هكا. دائما قيدوا المقاس 25 نضيف لها 2. دورة الهونش عندي 96، ثانية غنقسم على 4 غتعطيني 24. نضيف لها تاهي قيمة الخياطة 2 سنتيمتر. عندي هنايا ارتفاع الأرداف 18 باش ترتاح السيدة، نضيف لها زائد 2 سنتيمتر. ما غاديش نقسمها هي، نخليها بحال ما هكا، نضيف لها 2 سنتيمتر. محيط الفخذ عندي 50، هو غادي نقسمو غير على جوج حيت خديتها دورة الفخذ، مقسم على جوج تعطيني 25. نضيف لها 2 سنتيمتر الخياطة والسرجي 2 سنتيمتر. طول الركبة نخليها كما هي. طول السروال عندي 96، نضيف لها على حسب واش ندير لها ستيك ولا، المهم نضيف لها 4 سنتيمتر. فم رجل نضيف لها سنتيم. المهم هذا هو المقاس السروال، يعني جد بسيط وسهل. الا ما فهمتوا عاودوا الفيديو من الاول، ويعني بشوي بشوي غتفهموا ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، انتظروا ان شاء الله فيديو جديد باش نطبقوا هذا المقاس على الباترون ان شاء الله. وما تنساوش تابونا، ما تنساوش تفعلوا لي تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد ديال قناه غزلان ام ريان. وتابونا في قناتي وتكتبوا لي شي تعليق زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.